السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للفيديو on va faire la correction de l'exercice du synthèse numéro 1 page 48 du manuel ITNC 3e année bio. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وبارطاجي الفيديو للاستفادة العامة. Exercice 1. Fer ou aluminium. Et le hadid ou l'aluminium, c'est Anderson. Anderson, le hadid fait premièrement ou l'aluminium deuxièmement. Le fer est utilisé dans la fabrication de plusieurs objets que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Grillage, porte, voiture. Mais ce métal est dû se détruire en présence de l'air humide à cause de la formation de la rouille qui est formée essentiellement du composé. دي فورمول اف 2 او 3. اذا بالنسبه للحديد فهو فكثير استعمالات في عده مجالات. بالنسبه لهذا الحديد قلنا نقوموا بهذا نستعملوه فاش في الحياه اليوميه بالنسبه للغرياج وهو الشبابيك لي بورت لي فواتور لي فواتور هما الهيكل ديال لي فواتور ولي بورت. قالك هذا الميتال يل ديتروي إذن فهو تيدمر لينا اون بريزونس اي ملي تيكون وجوداش الهواء الرطب. علاش؟ لان اكوزاج السبب ديالو هو فورماسيون ديال الصدى وهو لاغوي. هاد لاغوي سي ان كور كومبوزي دو موليكول اف 2 او 3. نجمو على هاد لي كيستيون. السؤال الاول قال لك كومون بوتون افيرمي كومون بتو افيرمي كو لاك action de l'air humide sur le fer est une transformation chimique. Il est bien lié بأن تأثير الهواء الرطب على الحديد فهو تحول كيميائي ليس بتحول فيزيائي. إذا بالنسبة لش قلت تحول كيميائي. الكيميائي هو أن الأجسام هذه الأجسام اللي ستكون أكسيون ديال كونو اللي رياجي افيك دو كور هو عندنا هنا هو لو فير لي ريا اي ديسباري. Il donne un autre corps et forme un autre corps. Il apparaît un autre corps. هذا هو التحول الكيميائي. إذن نكتبو بأن l'action كيما كاتبين هما l'action de l'air humide action de l'air humide sur le fer est une transformation chimique. Car شكون هما les réactifs qu'on a le fer est le dioxygène de l'air le dioxygène oui c'est fait et dans le fer et le dioxygène nous avons dit l'air humide alors le dioxygène disparaît et il retire le hadid ou l'oxygène est formé ou bien apparaît un nouveau corps un nouveau corps il y a un nouveau corps un nouveau corps un nouveau corps ou la roue il y a un nouveau corps اختفى وظهر جسم جديد في ترانسفورماسيون شيميك وهو تحول كيميائي. هذا تحول المادة تحولات بينما تحول الحالة وهو ترانسفورماسيون فيزيك. بي دوني لو نو دي كومبوزون كي بور فورمي اف 2 او 3 دي كري سون اسبي فيزيك. اذا هاد اف 2 او 3 سي لوكسيد دو فير اش لوكسيد دو فير 3 لا وي تتكون من هاد الكومبوزون. إذا نوع أسبي هو شنو أسبي ديالو شنو الأسبي ديال الفيزيك كي ديال الكولور ديالو هو ليطا ديالو. إذا هو سي تان ليطا سوليد هو سوليد. إذا لو كومبوزون دي فورميل شيميك و الكولور ديالو هو الكولور ديالو هو روج بريك. إذا لو كومبوزون دي فورميل اف 2 3 سي أوكسيد دو فير 3 سوليد دو كولور روج بريك. هذا بالنسبة لي بي سي إكري ليكواسيون بيلو دو سيت رياكسيون كي دون لا فورماسيون دو اف 2 او 3. عطيني واحد المعادله كيميائيه اللي تتكون لينا هاد اوكسيد دو فير 3. اذا بالنسبه للمعادله اش خصنا نديرو؟ خصنا نديرو بان اغوش لي رياكتيف لي فورمول اي لي سيمبول دي رياكتيف اي ا دروات عندنا لي برودوي وعندهم بان تيفصلهم واحد السهم. هذيك السهم تيدير انديكاسيون ديال لو سونس ديال لا رياكسيون. اذا نكتبو عندنا حنا لو فير هو اف او بلس او 2 تعطينا اف 2 او 3. هاد السهم تعطينا اش تيقول لنا بان راه اف او او 2 هو الكي رياج تعطينا هاد الفورم. تلاحظوا بان هاد المعادله غير متوازنه ني با ايكيليبري. اذا بور ايكيليبري اون فا اجوتي افوج دو لا سيمبول ولا فورمول
دي نوبغ اونتي ناتشوريل. بالنسبة لهنا هنا باش نبداو نبداو مثلا بالأكسجين. الأكسجين عندنا دو زاتوم، عندنا الأكسجين هنا تخوا زاتوم. بالنسبة لدو تخوا وهو أن كيما نقولو أصغر مضاعف ديالهم هو سيس، إذا هنا نضربو في تخوا وهنا نضربو في دو. هاد دو راه ديال لو فيغ وديال الأكسجين، إذا هنا تخوا فوا تنديرو هاد الحساب، هادي تخوا فوا دو تعطينا سي أتوم، دو فوا تخوا تعطينا سي زاتوم دوكسيجين. نمشيو لو فيغ، هنا عندنا أن، هنا عندنا أن، هنا عندنا كاتر، دو فوا دو هي كاتر، إذا هنا خصنا نضيفو كاتر. إذا هذا بالنسبة سي. دي سيتي اون تكنيك كي بيرمي دو بروتيجي لي زوبجي اون فيغ كونتر لا كوروزيون. عطيني واحد التقنية اللي تتحمي لنا الأجسام المكونة من الحديد من كونتراج ضداش لا كوروزيون وهو التآكل. إذا عطينا تقنية، التقنية الأولى وهي معروفة وهي الصباغة لا بانتيور. لا دوزيام تقول لي الياج ونخلطوا مثلا الحديد مع أجسام أخرى لكي لا بحال النسبة ديال لو فيغ تكون صغيرة. تكون بعد تعطينا وهو تعطينا لاسي وهو الفولاد باش يولي اش يولي دو كور انوكسيدابل، اي اي غير قابل للتاكسد. اولا نديرو لاش طالع طالع اش طالع الحديد ب طالع ماشي صباغه طالع ب فيليز ب كوش فين ميتاليك. اذا هذه هي اللي كاينه بزاف. تنقولوا حنا تنجي نقولوا صباغه تنديروا الصباغه يعني بيرتيو صباغه، ولكن الغيفيتمون هي طالع تنديروا بواحد اش واحد سي تقريبا لا تمسكول كيما نقولوا واحد الميتال ليكيد تيكون ميتال كي تكون كروم كي تكون زنك. اذا تيكوش فيه ميتاليك كوم لو زنك نقدروا نديروها. هذا بالنسبه لي بريميرمون ماشي دوزيامون تيهضروا على الالومنيوم. سي اون اوبسيرف اون لام دالومنيوم اكسبوزي، هذا واحد الالومنيوم درنا عرضنا علاش لاخ الالومنيوم فرضنا ليه دوبوي كيلك سومين بعد الاسابيع اون كونستات كيلي تيرن. En effet, au contact de l'air, le métal est couvert d'une fine couche grisâtre d'un composé de formule Al2O3. Et de même, il y a un aluminium qui est une couche grisâtre ou ramadia, une mine d'arratage Al2O, les molécules d'arrat aluminium ou oxygène, ou la formule Al2O3, et c'est une molécule. Il y a la couche formée d'un. Molécule Al2O3. Ah, donnez le nom du composant Al2O3. Al2O3 va réagir avec quoi? Je peux te réagir. L'aluminium, même le dioxygène. C'est une oxydation. Il est devenu oxydé d'aluminium. Iden, dis-moi si il réagit avec l'oxygène. Quoi? Oxyde. Le dioxygène, le carbone. C'est quoi? H, le dioxyde de carbone. Il a le nom Al2O3, c'est l'oxyde d'aluminium. Ou l'aluminium. L'oxyde d'aluminium. Ou l'aluminium. B. Quelle propriété offre la couche grise à la lame d'aluminium? Je n'ai pas de la couche, je n'ai pas de la couche, je n'ai pas de la lame. Ou je n'ai pas de la couche. Ou je n'ai pas de l'aluminium? Oui. Elle est. C'est une couche, il n'y a pas de la couche, il n'y a pas de la couche. تاكل كوزيون. ولكن علاش هادي وعلاش هادي؟ لا هادي سيتي كوشاش قلنا ديما تنقولوها سيتي كوش امبيرميابل اي نو بوروز. اذا لا كوش غريز او غريزاتر لا ميم شوز الاوكسيد. هاد لا كوش غريزاتر الاوكسيد دالومنيوم هاكا اش تدير سيتي كوشاش قلنا غريز نو اش نو بوروز. شنو نو بوروز؟ اي غير مسامية هي امبيرميابل لا تسمح بمرور الهواء كي بروتيج الالومنيوم كونتر لا كوروزيون. يعني امبيرميابل كي بروتيج الالومنيوم كونتر لا كوروزيون، يعني اللي تتحمي من التاكل. شو سي اكري ليكواسيون بيلون دو لا رياكسيون كي دون لا فورماسيون دو ال2 او 3 لا ميم شوز. يعني حنا نخدمو دابا بالالومنيوم، إذا ليكواسيون اش تكون؟ شناهو اللي تيتفاعل لينا؟ الالومنيوم عامل مع لو ديوكسيجين، يعني نديرو أل بلس أو دو تعطينا أل دو أو طوا، من بعد نديرو اش؟ نديرو ليكيليبر ديال هاد ليكواسيون، إذا ليكواسيون بيلون دو سيت رياكسيون دو سيت رياكسيون شيميك إي ألومنيوم بلس أو دو تعطينا أل دو أو طوا،
بوغ ايكيليبر لا ميم شوز هنا غيرنا لو فيغ مع الالومنيوم. اذا هنا عندنا دو، هنا عندنا طوا، هنا نديرو طوا و هنا نديرو دو، و تعطينا هنا شحال من الالومنيوم، تعطينا كاطر. اذا نديرو هنا كاطر. اذا هذا كل ما لدينا بالنسبة لليكزارسيس ان باج 48 دو مانيير ايتانسيل، هو ليكزارسيس تري امبورتون بالنسبة لي كونترول. او روفوار، على بروشين.